ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد خفيف كده وعلى الماشي، هنتعلم فيه ازاي نوصل الخيط ببعضه من غير ما نربط او نعمل عقد وكلاكية. بصراحه طريقه الربط بتسيب علامات كده برضو في الشغل، برضو بتعمل حاجات كده مش لطيفه. فالنهارده هنتعلم ازاي نوصل مع بعض عشان الشغل يكون شكله حلو وما ياخدش كلكعه او حاجه. البكره الجديده اللي انا هوصل بيها وهوصل مع الشغل ده، دي غرزة حلوة قوي، هنشارك ان شاء الله طريقتها مع بعض في فيديو جاي. دلوقتي خلونا نبدأ. انا عندي دي نهاية الخيط ودي البداية للخيط الجديد. كل اللي انا هعمله هجيب ابرة التنظيف، هلضم عادي وهاخد الإبرة معايا وهبدأ أدخلها في قلب الخيط زي ما انتم شايفين كده. هدخلها في قلب الخيط وأبدأ أدخلها مسافة تكون كويسة بحيث ان هي متفكش. بعدين هوقف هنا وهستكفى بشوية، دول هيفضل عندي كده الجزء ده. هجيب الخيط التاني وهمرره جواه كده. كل اللي انا عملته ان انا دككت شوية من الابرة في من الخيط في الابرة ودخلت الطرف التاني من هنا، وده الطرف الاول. دلوقتي هسحب الخيط اللي على الابرة بالشكل ده كده، هشد هبدا اسحب هنا واعدل الخيط كده. لضمنا اول فتله هنيجي هنا وهنجيب الابره هندخل جوه كده، وهجيب الطرف والضمه كده وهسحب الخيط اخرجه خالص من الابرة. اهو كده انا خلصت الابرة، هشده كده الاجزاء دي هبدأ اقصها، واخد بالي ان انا بقصها هي وان انا مش بقص في الخيط بتاعي. كده انا وصلت الخيط، طريقة سهلة ومش واضحة ومش هتبان في الشغل. ده كان فيديو النهاردة، واتمنى لو عجبكم شير ولايك وسبسكرايب وتضغطوا على زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد.